عباد الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الخلق، ودعا المسلمين إلى التصافي والتوادد والتحاب فيما بينهم. قال عبد الله بن سلام: كان أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإن تخلص قلبك ونقي نفسك من هذه الأمراض لكي ترتفع عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يظن أن الدين أن تتعلم العقيدة فقط، وأن تتعلم شيئا من السنة فقط. الدين يا أخواننا يحمل ويؤخذ كاملا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كما أننا ندين بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين بمنهجه الكريم الرفيع المستقيم، كذلك نحن ندين بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإن كان العقيدة مقدمة على الخلق، العقيدة مقدمة وتعلم أول والاهتمام بها أوجب، ومن ليست له عقيدة لا أخلاق له. عشان ما تتخيل انه زول ممكن يكون على عقيدة خربانة، مشرك يعبد غير الله ويلجأ إلى غير الله ويتوسل بالمقبورين ويستعين بغير الله جل وعلا. ما تتخيل انه لو عنده أخلاق معناه زول كويس، لا ده ما كويس. ده لو عنده أخلاق ما كويس، لأن الأخلاق تبع للعقيدة. الشيخ عبد الرحمن الوكيل عليه رحمة الله قال مقولة جميلة، قال: ليس الفيصل بين دين ودين الدعوة إلى مكارم الأخلاق، إنما الفيصل الدعوة إلى العقيدة التي تنبثق منها تلك الأخلاق. فالإنسان إذا تعلم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أخلاقه وتعلم تعامله الجميل الراقي، وبذلك يسلم الإنسان مما يفسد عليه دينه. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. الحديث فيه ألفاظ كثيرة جدا ما بنقدر نستوعبها في الخطبة، لكن أهمها لا تناجشوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، وهو المزايدة في سعر السلعة للإضرار إما بالبايع أو المشتري. أنت تكون ما قدرت تشتري، تجد كيف زول بيبيع بكده في مزاد علني أو كده، تزيد في سعر السلعة، أنت ما قدرت تشتري، إما دار تضر واحد منهم، أما البايع أو المشتري، وهذا بيع محرم. ولا تدابروا، والمدابرة إما مدابرة الأجساد أو مدابرة القلوب. مدابرة الأجساد أن تولي الإنسان اللي بيتكلم معاك وبيخاطبك تولي وجهك ما تعاين فيه، تلقاه بيتكلم معاك أنت مقبل منه كويس يا إخوانا، ده خلق سيء. ولا زول بتتكلم معه تلقاه بطبس في الموبايل، بيهبش في موبايله، ما ادري عاين فيك. ربنا قال: ولا تصعر خدك للناس. يا اخي انتوا عارفين المشكله وين؟ المشكله في القلب جوا. يومك اللي انت بتزدري الناس انت رافع نفسك فوق لهم، انت رافع نفسك فوق لهم ليه؟ انت شنو؟ يا اخي انت ابن انثى مهما فعلت، يا اخي انت ابن انثى تدخل الحمام وتقضي حاجتك وتموت وتصير تراب، شنو بتترفع على الناس؟ واحد تلقى له عاين فيك تكلم معاه قبل منك كده، كله بس عشان عنده منصب ولا عشان عنده مال ولا عشان عنده علم. يا اخي ما تترفع. ربنا قال: ولا تصعر خدك للناس. تصعر، الصعر ده يصيب الابل، فاذا اصابها لوت اعناقها، يعني الابل بتلقى رقبتها ملويه كده من داء الصعر. ربنا قال: ولا تصعر خدك للناس. زول بيتكلم معك عاين فيه يا اخي احترمه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، تتجدل كده بمزاج كانه انت خالق لك حاجه، انت ما خلقت اي شيء، انت مخلوق ضعيف. ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. اخلاق كلها سيئه يا اخواننا، الانسان يحاربها في نفسه. قال: ولا تدابروا.
يعني زول بيتكلم معك أقبل عليه بوجهك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم معه أحد أقبل عليه بوجهه بعين فيه كده احترام يا أخي. وده رسول الأمة. ولو في تكبر بجوز كان يتكبر هو. أفضل زول خلقه الله، أكمل الناس خلقا وخلقا وخلقة وديانة وعيش، ما بتكبر بعين فيك بوشه كده. ده تتكلم انت يسكت لحد ما يسمع كلامك. اخلاق عالية جدا يا اخوانا، دي اخلاق نحن نفتقدها عند كثير من الناس. والله صحيح كويس. قال ولا تدابروا، والمدابرة ايضا معناها بالقلوب، ان تتخذ رأي وذاك رأي تاني. وهذا يوجد عند الاحزاب والطوائف الدينية، اي طائفة عقيدتها براء واي طائفة منهج براو ودين براو وأذكار برا، ده ماشي كده وده ماشي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدابروا، دي المدابرة ذاتها، ده دين براو وده دين براو، الطرق ده واحدة عقيدتها برا، ده شيخهم بهنا وده شيخهم بهنا، وده عقيدتهم في فلان، وده ذكرهم براو، وده بيرقصوا، وده بيدقوا في نوبة، وده لابسين خضر، وده لابسين أحمر. يا ناس في شنو؟ ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا دي أنت بتحققها إنك تترك الأشياء دي، ما تتكبر، ما تتعالى، ما تحسد، لا تصعر خدك الناس كده، أنت تحقق وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث يحتاج إلى تأمل أحبتي الكرام. أزول يمشي راجعوا صحيح مسلم، جابوا النووي 40 نووية يتعلم منه الأخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي كثير من الناس آمنوا بهذا الدين ودخلوا فيه لحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق عجيبة. إجا أعرابي من البادية، الأعراب دير بيسكنوا البادية، أخلاق فظة جدا. إجا داخل على النبي صلى الله عليه وسلم يمسكوا من تلابيبه، يمسكوا كده، تخيل معي، يمسكوا من تلابيبه يقول له اعطني لا من مالك ولا من مال أبيك. عليك الله يا إخواننا، ده لو عمل علينا زول بيمسكك كده يقول لك اديني. وده رسول الأمة والصحابة حوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غنم، قال له بين جبلين أمي شيلين كلين. الزول ده مشي شال الغنم بين جبل، شالين شت ما خلى ورا واحدة، كلين شالين. ومشى لقوم طوالي قال لهم جئتكم من عند رجل ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، قولوا لا إله إلا الله تفلح. كلهم أسلموا معه، تعامل راقي يا إخواننا. صرامتنا في العقيدة وقوتنا في عقيدتنا وعدم مجاملتنا، ده ما معناه نسي أخلاقنا مع الناس. يا أخي العقيدة دي ما تجامل فيها، زول مشرك قول له مشرك، فهمت؟ عقيدته خربانة خربانة، دعاء غير الله ما بجوز ما بجوز، ما تمشي القبة ما تمشي القبة. أي العقيدة ما فيها مجاملة، لكن نحن الأخلاق يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة. تبدأ بشد برفق وبكلام طيب وبعبارة حسنة، كده نكون جمعنا بين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أخلاقه الحسنة الراقية، وهو معلم الأمة وأستاذ البشرية جميعا. ما خلق الله بشرا ولا اعترف الناس ببشر أحسن خلقا وأكمل دينا من النبي عليه الصلاة والسلام. أطلت أنا في الحديث ولكن الموضوع مهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا خلقا رفيعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.